التفاصيل هذه يمكن عبد الله بس اللي يعرف فيها. لا ممكن أبوي يدري عن أي شيء يصير. يدري أنك تارك الدراسة؟ ويدري متأكد؟ يدري عن أي شيء يصير طيب. لي ولكن مبت أنا بتكلم معك بس ودي أقول للإعداد أنه في متسابق قبل شوي موجود هنا قال إيوة يجاوب عن عبد الله. تدري ليش قلتها على الهوى صريح؟ عشان أعيد نفس السؤال، أنت مسير بأيدي واحد من الشباب المتسابقين اللي جاء قبل شوي هنا وإن شاء الله أنه يطلع على الهوى يقول أنا قلت إيوة ولا ما سمعت؟ قال إيوة فيش؟ يبغاك تجاوب، يبغى يجاوب عنك أنه إيوه أبوك يعرف. أبوك ما يعرف. أبوي يدري. أبوك ما يدري. أبوي يدري. أبوك ما يدري أني تركت دراستي وجيت هنا يعني؟